شكرا لكل الزملاء بالاستوديو. إذن مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم أينما توجدتم، سعداء بلقياكم من خلال متابعة والتعليق على أطوار هذه المباراة والتي انطلقت قبل لحظات بين منتخب مصر، منتخب الساجدين، منتخب الفراعنة رفاق عصام الحضري في مواجهة اليوم بالمنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور. إذن هذه المباراة التي تجرى هنا على أرضية ملعب رولان دابي سان بيترسبيرغ، المدينة الروسية الكبيرة. أكيد المنتخب الروسي يبحث عن الفوز اليوم، لكن الأماني المصرية العربية كبيرة وكبيرة في لقاء اليوم. المنتخب المصري يبدأ المباراة بهدوء كبير من أجل البحث عن المفاجأة والمباغتة بقيادة نجم الكرة العربية والمصرية والعالمية محمد صلاح. أكيد الريان المصري كبير بمونديال روسيا، الكل خلف المنتخب القاهري، المنتخب المصري، أبناء مصر العربية لم يأتوا لروسيا من أجل السياحة وإنما من أجل البحث عن إثبات الذات، من أجل كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المصرية. أكيد بينما المنتخب الروسي لن يرضى بالفوز بديلا في هذه المباراة، لأنه أكيد نعلم على أنه البلد المنظم دائما ما يكون مدعوم بجماهير غفيرة وكبيرة جدا تناصر. أكيد الآن وكذلك كما هو معروف المنتخب الروسي في كل المباريات المونديالية المناصرة من أرض الملعب تفوق 60,000 متفرج. كرة للمنتخب الروسي في الوسط تلعب للاعب راشد أبو ساميدوف، ساميدوف لمارانشير، ميرانشير مع الكرة وتدخل ممتاز من أحمد فتحي. أكيد المنتخب المصري يتحسس الطريق نحو الوصول لمرمى الحارس الروسي لأنه يلعب تحت الضغط، يلعب تحت ضغط الجمهور الروسي الحاضر في مباراة اليوم. وكذلك أكيد المنتخب الروسي يعرف على أنه لا خيار أمامه سوى الفوز. نتمنى إن شاء الله أن تكون النتيجة مصرية لأبناء مصر العربية في مباراة أكيد نقوم هذه الكرة الروسية حضاري من الكرات حضاري. ممتاز 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 عصام الحضري، ممتاز شيخ الكرة المصرية، ممتاز ممتاز ابن الخمسة وأربعون والذي يدخل التاريخ، تاريخ كأس العالم وتاريخ كرة القدم العالمية كأكبر لاعب وحارس يشارك في تاريخ المونديال. عصام الحضري الذي صال وجل في الملاعب الإفريقية والعالمية. عصام الحضري تاريخ ونسخة أكيد قد لا تتكرر في تاريخ كرة القدم المصرية. الآن يبحث عن كتابة المجد رفقة باقي الرفاق تريزيجي وأحمد حسن والنجم محمد صلاح وكذلك بركات وباقي نجوم الكرة المصرية. أكيد كوبر أمامكم المدرب، أكيد ربان كرة المنتخب المصري. كوبر يبحث ويطلب من اللاعبين الضغط ثم الضغط على المنتخب الروسي من أجل إجبارهم على ارتكاب الأخطاء. محمد صلاح ينطلق في الرواق الأيسر مع الكرة، محمد صلاح، محمد صلاح في التوزيع والكرة في الركنية. المدافع الروسي أليكسي تدخل برأسية تبعد الكرة وتبعد الخطر، تذهب مصرية لازالت خطيرة، تعود تعود من الدفاعات الروسية. أكيد الوقت الأصلي ينتهي كما تتابعون، الحكم الرابع يقدر دقيقتين كوقت بدل ضايع. ممتاز المنتخب المصري في الشوط الأول محترم جدا أمام الروس. وفي هذه الأثناء سيداتي سادتي الحكم ينهي هذا الحوار بالتعادل السلبي صفر لمثله في انتظار الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم إلى نقل أطوار الجولة الثانية من المباراة التي تجمع المنتخب العربي المصري بالمنتخب الروسي. أكيد كما تابعنا جميعا الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي صفر المنتخب المصري صفر المنتخب الروسي. تتعالى الأصوات هنا من الجماهير الروسية الحاضرة من أجل الضغط على لاعبي المنتخب المصري
ومن أجل مساندة الأبناء بلدهم، من أجل مساندة منتخبهم المنتخب الروسي. أكيد إلى جانب مصر وروسيا في المجموعة الأولى نجد المنتخب العربي السعودي ومنتخب الأوروغواي، وهذه كرة تريزيغي تمشي سهلة للحارس أرنفوف. أكيد الروس بتاريخ محترم في كرة القدم العالمية يبحثون عن أكيد عن الوصول لأبعد النقاط واستغلال عاملي الأرض والجمهور. مجموعة أكيد صعبة جدا. إلى جانب مصر روسيا نجد الأوروغواي، منتخب السليسيا أبطال العالم مرتين، ومنتخب السعودية. كرة كانت مصرية ممتازة تستخلص من الدفاعات الروسية. نبقى مع هذه الكرة، مع هذه الركنية، محمد صلاح، كرة صلاح ساقطة تبحث عن أحد الرأس، رأسية القادم من الخلف ربيعة، ربيعة يرشاقي فوق الجميع ورأسية تجانبت بسنتيمترات قليلة مرمى الحارس الروسي. يلا بهذه الطريقة نلعب، بهذه الطريقة نبحث، وبهذه الطريقة نشغب. أكيد الهدف يطبخ على نار هادئة بالنسبة للمنتخب المصري الذي يقدم مباراة ممتازة في مباراة اليوم. الصورة من المصدر من مخرج المباراة تغيب في انتظار العودة. أكيد عودة الصورة وعودة الروح في نفس الوقت للمنتخب المصري. أكيد الجماهير المصرية تنقلت بالآلاف إلى هنا من أجل مساندة المنتخب المصري في هذه الأجواء المونديالية. آخر مباراة والتي أعطت تأهل للمنتخب المصري كانت أمام منتخب أنغولا، وبطريقة هيتشكوكية أقول هناك باستاد العرب بالقاهرة، بطريقة هيتشكوكية أكيد المنتخب المصري عاد في النتيجة وانتصر بضربة جزاء نفذها محمد صلاح في الدقيقة 93. أكيد أنا ذاك تابعنا احتفالية كبيرة، نتمنى أن تتواصل هنا بأرض الروس. بالنسبة للمنتخب المصري أكيد منتخبات عالمية كبيرة تغيب عن هذه النسخة، والحديث هنا عن الطواحين الهولندية الرفاق فان بيرسي وأريال روبن يغيبون. المنتخب البرتقالي الممتع الذي طالما أمتعنا وأبدعنا في العديد من النسخ المونديالية يغيبون عن مونديال روسيا. كذلك المنتخب الإيطالي الذي خسر مباراة السد أمام المنتخب السويدي في التصفيات المؤهلة للمونديال. أكيد هزيمة الإيطاليون كانت بالمباراة في مباراة الذهاب 1-0 بستوكهولم السويسرية، بعد ذلك جاء التعادل السلبي في مباراة الإياب. أكيد خروج كان قاسي لرفاق المعتزل بوفون. كرة تريزيغي، 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 تريزيغي يختبر قدرات الحارس الروسي. كرة ممتازة لمنتخب الساجدين. أكيد كرة كادت أن تفتتح مجال التسجيل وتعطي الهدف الأول. نبقى مع هذه الكرات آخر دقائق المباراة. اللاعبون المصريون يقتربون، يقتربون أكثر فأكثر. أكيد حمد مع الكرة يعود لتريزيغي، تريزيغي للسعيد، السعيد يلعب لعبد الشيفي، وتطول الكرة المصرية لعبد الشيفي على بعد دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني والمباراة. أكيد الأمال المصرية كبيرة، نقطة أكيد قد لا تنفع المصريون، وتزيد من الضغط على المنتخب المصري والمنتخب الروسي. دقيقتان يقدرهما الحكم الرابع كوقت بدل ضائع لنهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة. آخر الإمدادات المصرية أكيد آخر للسعيد، وفي هذه الأثناء سيداتي سادتي الحكم يونيو المباراة.